انتم الحاجات اللي حلوه اللي فيها. انا يعني ممكن تكلمينا، تمسك المايك، حاجات كده تعرفينا بنفسك. انا اول حاجه اسمي ندى محمود، انا اتش ار مانجر في شركه عقاريه. اوكي. انا بحب جدا جدا الموسيقى من زمان، من الجامعه، والحمد لله يعني لحد ما بدات ان انا اشوف الاعلان بتاع فويس باند وانضميت، وكانت من احلى الصدف اللي انا اجتمعت فيها. يعني من احلى الصدف لينا والله. انا مبسوطه ان انا مع حضرتك. ربنا يخليكي، مشكورك جدا. ربنا يخليك.